السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسوش أخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع. بعدما وصفتها بوجه المصايب، هذا رد دنيا باطمة على منى صابر. إليكم التفاصيل. اختارت الفنانة المغربية دنيا باطمة الرد على طليقة زوجها منى صابر من خلال برنامج برلمان الشعب، وذلك بعدما وصفتها هذه الأخيرة بوجه المصايب في آخر خرجاتها المثيرة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت دنيا باطمة أنها ترفض الرد على تصريحات منى صابر التي أكدت أن باطمة هي سبب طلاقها من زوجها وأب أبنائها المنتج البحريني محمد ترك، مؤكدة أن ما حدث هو قسمة ونصيب. وقالت باطمة: الله يسهل عليها، هي تشوف وجهة النظر ديالها، كل شيء مقدر في هذه الدنيا، والناس المقربة مني تعرف الأسباب الرئيسية، والبيوت أسرار. أنا صرت أكبر من أني أرد على هاي الأشياء وفهمت لعبة الدنيا. ويشار إلى أن والدة الفنانة حلا ترك منى الصابر كانت قد شنت هجوما شرسا على الفنانة المغربية دنيا باطمة عقب حديث هذه الأخيرة عن علاقتها بابنة زوجها المنتج البحريني محمد ترك. وظهرت منى صابر في مقطع فيديو وهي توجه كلاما قاسيا للفنانة دنيا باطمة قائلة: لا تجيبي سيرة حلا بنتي على لسانك، الله لا يوفقك يا وجهي المصايب، وانتي سبب المصائب اللي صارت واللي لسه بتصير، وحلا أطهر من انه تجيبي اسمها على لسانك. فهنا خوتي كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.